السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا هحاول أفتح ملف دوت، بيقول لي فيه لينكات مش موجودة. تمام، طيب هو اوتوماتيك أول ما أفتح أي حاجة بيقول لي إذا كانت في مشكلة في اللينكات، إذا كانت في مشكلة في الصور. تمام، هنا في مشكلة في الفونتات، فهو جاب لي رسالة إن في مشكلة في الفونتات. ممكن اقول له تيرن تابكت اون بحيث ان هو يحاول يحمل الملفات ديت، او اقول له فايند فونتس. فايند فونتس بيفتح لي الشاشه ديت، ودي ممكن اجيبها بطريقه اخرى ان انا هروح هنا لطيب واقول له فايند فونت. تمام، هو هنا جايب لي معلومات عن اي فونت هعمل له سيلكت، بيجيب لي معلومات كامله عنه. تمام، ممكن اقول له less info او more info فيجيب لي معلومات اكتر. ممكن اقول له sync، هنا بيقول لي شغل الكريتيف كلاود. طيب ممكن اقول له sync، يبقى كده هيعمل ايه؟ هيحمل لي الملف دوت من الشبكة. تمام، هنا علامة صفراء يبقى كده في مشكلة. طب انا عايز اشوف هو فين، فبقول له find first بيبدأ يجيب لي الفونت ده موجود فين. تمام، ممكن اقول له اعمل لي ريبليس، يعني الفونت دوت لو هو مش موجود عندي خلاص هجيب فونت تاني قريب منه، وليكن مثلا الخط دوت، واقول له اعمل لي ايه شينج. هيمسك كل الفونت دوت ويغيره، وده برضو الفونت ده بشوف فونت قريب منه واقول له ايه شينج اول، فبيروح مغير لي الفونت ده بالفونت دوت. تمام، واعلم على العلامة دي. تمام، اعلم على العلامة دي بحيث ان هو جوه الفقره كلها لو فيها الفونت ده يتبدل مره واحده. تمام، اقول له دان فايند فيرست، بيقول لي الفونت ده موجود في اي فقره او اي صفحه. شينج بيبدا يغير في الفقره ديت، شينج اول بيغير في كله. هنا بشوف المعلومات لو انا عايز اعرف معلومات اكتر عن الفونت اللي انا عامله سيلكت.